إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أحد أسباب الإمساك، وهو إمساك بسبب تأثيرات جانبية للعقاقير. بعض العقاقير تسبب الإمساك مثل بعض المضادات الحموضة، وأيضا بعض مخففات مضادات السعال التي تحتوي على الكودين، وأيضا أملاح الحديد ممكن تسبب نوع من أنواع الأمساك في الأمعاء الدقيقة والاثنى عشر، وأيضا بعض الأدوية مثل ارتفاع ضغط الدم. أدوية ارتفاع ضغط الدم ممكن تسبب أمراض كثيرة في المعدة. أيضا ممكن تسبب المضادات الحيوية كثير من الأمراض مثل القرحة، وبعض البكتيريا تسبب أيضا الأمساك. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.